بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت تمام هندلنا الكومبوننت بتاعتنا، تمام عملنا الفورمة، ما فيش اي مشكلة، كله تمام. نبدأ نشتغل على الايه؟ على الباك اند. نبدأ نشتغل واحدة واحدة وبالراحة على الباك اند. الباك اند اول حاجة المفروض ان انا هعمل دن، المفروض هبعت له الايميل بتاعي، صح ولا غلط؟ صح. هاخد الايميل هتشك عليه، تمام؟ هتشك عليه هل هو موجود عندي في الداتابيز ولا لا. والله لو الايميل اللي دخله هنا موجود هبعت له الكود هنا، تمام. طب لو مش موجود هقول له invalid ايه، invalid ايميل اللي انت ايه اللي انت بتدخله. فتعالوا نشوفهم ازاي هنقدر نعمل حاجه زي ديت. دلوقتي انا هاخد منه ايه؟ زي ما قلنا هاخد منه الايميل. فانا هنا هقول له ايه؟ هروح في الدي تي او اهو. هل كنا في عاملين اي كلاس بياخد ايميل بس؟ ما اعتقدش، تمام. فخلينا نعمل كليك يمين نيو كلاس، هقول له ايه؟ ريسيت باسورد، تمام. جواها مجرد متغير برايفت سترينج ايميل، تمام. احط فوقها اد داتا او خليها اد جيتر وستر وبس، واد ستر. حلو، خلاص هو ده الايه الريكوست اللي هاخده، تمام. هروح هنا فانكشن اهو بابليك، تمام. بترجع ايه؟ خلينا انها بترجع انتجر 1 او 0. 1 في حاله انه تمام وبعت لك الكود، 0 في حاله انك مش تمام، الايميل اللي انت مدخله مش صح. فعندنا هنا كنا عاملين في الدي تي او، كنا عاملين هنا اكونت ريسبونس بياخد ريزلت، فممكن اقول له هنا اكونت ريسبونس، هقول له ايه؟ ريسيت باسورد، تمام. او ممكن نقول ايه؟ ريسيت باسورد ايميل، تمام. حاولوا هنا ات بوست مابينج، هقول له هنا باك سلاش ايميل، او مثلا ايه فاليد، او خليها شور ايميل او شور ماسي شور وخلاص، ممكن تخليها شور. انا بس عشان كده لسه هنعمل فانكشن ثانيه عشان نعمل ريسيت الباسورد نفسه. فانت ممكن هي تعمل ايه مثلا تشيك باي ميل، تمام، ما فيش مشكله، اعمل زي ما انت حابب. هنا اذا عشان اعمل اكسس على الفانكشن ديت هدخل اللوكال هوست 8080 وبعديها تشيك باي او تشيك ايميل على طول، اهو تشيك ايميل اهو، او خلي الاي كابيتال كمان، تمام. كنترول سي كنترول في، تمام. هستقبل هنا ايه؟ هستقبل الكلاس اللي لسه ايه ان انا لسه عامله ريسيت باسورد، بياخد بس مني الايميل، هقول له اد ريكوست بادي، تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هتشيك الاول هل الايميل اللي عندي موجود ولا لا. فانا دلوقتي هجيب، لو رحت على السيرفيس بتاعتي، لو حد فاكر السيرفيس بتاعتي، لو دخلنا على السيرفيس على اليوزر سيرفيس، عندنا كان عندنا ايه؟ عندنا فانكشن اللي هي ايه؟ بترجع ايه؟ ركزوا معايا كده، عاوزين فانكشن اف ايميل اكزيست، بديله الايميل بيرجع لي ترو او فولس، اكيد فاكرينه. ايوه فاكرينه، تمام. فانا المفروض هقول له هنا ايه؟ بوليان ريزلت ايكوال ذس دوت السيرفيس بتاعتي اهو، يوزر سيرفيس دوت اف ايميل اكزيست، تمام. وهديله ايه؟ الايميل اللي هو ريسيت باسورد دوت جيت ايميل،
هقول له اف تمام اف ايه اف الريزلت ايكوال ايكوال 1 هعمل ايه هعمل بروسيسنج ايلس هعمل حاجه ثانيه تمام المفروض دي هترجع ايه اكونت اكتف صح ولا غلط اللي هو اكونت ريسبونس قصدي هعمل هنا اوبجكت منه ايكوال نيو اكونت ريسبونس والله لو ايكوال ايكوال 1 اذا هو تمام مفيش اي مشكله وهبعت ايه الكود طب ايلس ايلس اذا الاكونت بتاعي اللي هو دخله مش صح فانا هقول له اكونت ريسبونس دوت سيت ريزلت ايه زيرو انه ايه زيرو معناها ان البروسيسنج ايه يعني احنا عاملين هنا لو دخلنا هنا في الاكونت ريسبونس ريزلت لا اما واحد في حاله انه فعلا تمام مفيش مشكله وهبعت لك الكود على الايه على الجيميل بتاعك تمام غير كده هقول لك زيرو ان الايه ان الايميل بتاعك اللي دخلته مش تمام حلو نيجي بقى هنا في الريزلت والله لو هو تمام المفروض اعمل ايه المفروض ابعت له الكود بتاعي فان ابعت له الكود بتاعه على الجيميل بتاعه فكان عندنا لو حد فاكر في السيرفيس عندنا ايميل سيرفيس امبلمنتيشن كان بتاخد مني الميل تمام بتاخد مني ايه الميل تو والكود لو حد فاكر ايوه فاكرين فالمفروض هنا هعمل اول حاجه اوبجكت من الميل اللي هو تو دو تو كود التو اللي هو ايه اللي هو هبعته لمين والكود اللي انا ايه اللي انا هبعته فانا هنا هقول له ايه ميل اهو ايكوال نيو ميل حلو اول حاجه بتاخدها الايميل اهو هديله الايميل وبعديها هديله ايه هديله الكود طبعا الكود لو حد فاكر في اليوتيل كنا عاملين ستاتيك لما هندلناها اسم الكلاس دوت الفانكشن على طول اهو اسم الكلاس دوت جيت كود في مشكله ما فيش اي مشكله تمام وبعد كده هعمل انا كنت عامل اوبجكت فوق وعامل انجكت للايميل ايه للايميل سيرفيس عشان استخدم الفانكشن عشان ابعته لايه ابعت الكود للميل فانا هاجي هنا اهو ايميل سيرفيس دوت سند كود باي ميل هديله ايه اوبجكت من الميل خلصناها خلصناها بعد كده هقول له الاكونت ريسبونس دوت سيت ريزلت ايه 1 وفي الاخر اعمل ريتيرن الاكونت ريسبونس فيها مشكله انا شايف ان الموضوع ما فيش اي مشكله كل اللي انا عملته بمشي ورا ستيب وبشوف الدنيا ماشيه ازاي اول حاجه هيدخل لي الريسيت باسورد جواها اتريبيوت ايميل خلاص خدت الايميل رحت تشكيت هل الايميل موجود ولا لا والله لو الايميل موجود هعمل حاجه لو مش موجود هعمل حاجه ثانيه تمام لو موجود لو هو فعلا موجود هروح في الميل اديله الايميل واديله الكود ده الايميل اللي هبعت له ايه الكود ده فهجيب الايه الفانكشن اللي هي سند كود باي ميل اللي هي ديت تمام بتاخد مني ميل هتحط هنا اللي هيترسل له وهتحط كمان ايه الكود بتاعه وبعد كده تعمل ايه تعمل سند تمام تمام دي في حاله ايه في حاله ان الايميل موجود طب في حاله ان الايميل مش موجود خلاص الايميل مش موجود اذا اللي هو اما راح بحث عن الايه عن الايميل بتاعي ما لقاهوش فحط الايه بزيرو ان لا ايه مفيش اي حاجه حصلت والايميل بتاعك مش موجود يا باشا وبعد كده عملت ريتيرن للاكونت ريسبونس طبعا عندنا مشكله هنا اهو فان الريزلت الريزلت مش ايكوال 1 لان الريزلت ايه ببوليان تمام لو انت كنت تعملها بان كنت تعمل ايكوال ايكوال 1 مفيش اي ايه مفيش اي مشكله تمام الموضوع بسيط يا جماعه الموضوع سهل الموضوع مفيش اي ايه مفيش اي مشكله نعمل ريران تمام ونشوف هل فعلا الكلام صح ولا لا نشوف كده هروح افتح البوست مان عشان اعمل ايه اعمل تيستنج تمام نشوف بس في السبرينج هل في ايرور لا ستارتد مفيش مشكله تمام البوست مان فتح اهو هنا عشان ادخله المفروض احط له ايه
المفروض احط له تشيك ايميل. تمام اهو تشيك ايميل. تمام بوست في البادي حبق بس الايه الايميل، ولاحظ ان في ايه في الاول. تمام انت هناك زي ما قلت لك انت هتستقبل ايه ريسيت باسورد اسمه ايميل، لازم يكون هناك نفس اسم الاتريبيوت ده. تمام لو عملت سن بصوا معايا خلينا بس نروح هناك اهو اول رساله اسمه ايه احمد حامد. تمام تمام هعمل سن قال لي ايه 403. عارفين ليه؟ ايوه واحد لقطها لان المفروض نروح على السبرينج كونفيجريشن عملناها مليون مره ومشكله قابلتنا مليون مره اهو، واعمل انيبل للتشيك ايه للتشيك ايميل اهو. هروح هنا اعمل كومنت هنا هاخد واحده من ديت عشان اعمل لها ايه اعمل لها بريميتيف اول اهو واقول له ايه تشيك ايميل. طبعا المشكله دي قابلتنا ايه 50 مره وهندلناها من غير اي ايه من غير اي مشاكل. ليه يا جماعه المشكله دي حصلت تاني؟ لانك انت المفروض ضايف الايه ضايف الايه السبرينج سكيورتي. كده كده اي يو ار ال عندك في الابلكيشن تعتبر سكيورتي محميه، فما ينفعش حد يخش عليها غير لما يكون عامل لوجن. اللاين ده بيسمح لاي حد ان يخش على ايه على يو ار ال معين من غير ما يعمل لوجن. نعمل بيلد ونجرب مره ثانيه. استنى بس قبل ما اعمل بيلد. تمام خلاص البيلد اهو. تمام هروح هناك هعمل ايه بصوا معايا بقى هعمل سند. قال لي ايه ريزلت 1 شايفين ريزلت 1 اهي حلو. هروح هناك شوف اول واحده ايه كود اكتف اهو ده الايه ده الكود بتاعي. تمام لو دخلت بص دخلت ايه ايميل اي كلام مش موجود سند قال لي ايه ريتيرن ريزلت بزيرو ان الايميل ده ايه مش تمام ومش صح. تمام الموضوع بسيط يا جماعه الموضوع سهل الموضوع ما فيهوش اي ايه ما فيهوش اي مشكله. هروح على جيت هاب هقول له ريسيت باسورد هقول له هنا ايه سبرينج سبرينج ريسيت باسورد شباك 1 اساين يور سيلف سبميت نيو ايشيو اهي كنترول سي. تمام هبروح هناك ان شاء الله هعمل لكم اد لان المفروض هروح في الابلكيشن بروبرتيز اشيل الباسورد اللي هو الخاص بيا الخاص بالجيميل بتاعي عشان المفروض ده ايه ده ما يترفعش. تمام فانا ان شاء الله هرفعه لكم هنا من غير اي ايه من غير اي مشاكل. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.